عجليتا يا اخوان مفيش نو عجليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عجليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن ما تفضل حارقني عجليتا 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 يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا عجليتا شوف هنا يا عجليتا لحد هنا وكفاية ما تزور أي مريض هيا يا يما يرضيك أقصر من الناس أي يرضيني قصر قصر وما تزور أي مريض تاني جبالك بنت المأمون جاتنا هنا بتشتكي منك قالت خلعت أبوها ما خلعته والله قلت له يا حاج انت مرضك عضال غلط غلط تقول له كده غلط المريض بيطمنوه وبيبشروه يا نايمة أكذب عليه اسمع هنا يا عجليتا انت دكتور لا بتفهم في الطب لا بحذرك تاني ما تزور أي مريض أيما الله يرضى عليك الله يرضى عليك أيما ما تخلينا أقصر من الناس ده ما واجب الله يرضى عليك أيما جيب لي شبشب عشان أمرك دق عجليتا أرح يا جلال جلال يا قمر أرح جلال أخوي عليك الله سوقه معاك ما بسوقه أنا ما بسوقه شوفي المرة الفاتت فتنا لعمك محمود عشان أقول له كفارة قال لي كلام كده عجيب لعمك محمود ليه حسي عمك محمود منطد عينيته لا عليك الله سوقه عليك الله سوقه ما بسوقه يا أخي أرح يا جلال أبقى مالك أرح عم طاير ذا عيال تعبان أنا ما مالك ما مالك ما ماشي يمكن مش العصر يمكن كده يعني العصر؟ هاي لكن برجعنا للعصر يمكن ما أعرف يا أخي اسمعيني أنا ما ماشي أنا عندي ظروف يعني ما عارف مش العصر انتظرك ما تنتظرني تمشي أنا ذا شفت يمكن مش الصباح يمكن مش الظهر يمكن مش العصر يمكن أكون ماشي كده مشوار ألقى نفسي مش يعني أنا ما تمشي جلال أخوي عليك الله دي فرصة واحدة بس فرصة بصراحة يا عجليتا انت بتشتر زيارة المريض كيف يعني؟ يعني متغارين مرض زول بمرض زول تاني جدا حاضر سمح خلاص سوقوا معك يطول لك يا روح خلاص شفته؟ حنمشي للمريض شفته؟ وحنخش على المريض كلمة واحدة كفارة ونبقى ماكين يعني ما نسلم عليه ولا نقول له البيك شنو ولا عليك شنو؟ شفتي؟ ما نطيبه؟ خلاص كلمة واحدة كفارة ونبقى مارقين ما في مشكلة خلك يا ميدة أشرب العصير الكمين حالك ما خليني أنا ما قادر كده ما بدي يا ميدة أنت بيومين ما دخلت حاجة في غشمي حالك ما خليني أنا ما قادر تعبانة شديد وحيلي ما شاريني ممكن توديني جوا أوكي يا ميدة هاك يا ابو يبلع الحبه دي سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمه كيف حالكم اهلا وسهلا ان شاء الله بخير تفضل الحمد لله ازيك يا حاج الله يخليك ان شاء الله بخير الحمد لله ان شاء الله اكل والله عاد من شوربه بس اصلا ما باكل ثاني بس غير شوربه حاسه بشنو يا ولدي حاسه بطعنه هنا طعنه اي بيجيك مره ولا طوالي طوالي بيجيلي طوالي اي دي طعنه كتلت الضوء ها يعني شو لا 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 ما في حاجة شوفي المرض ما بقتل زول كويس بعدين يا أخي شفتي يعني رب رديه الصحة وديه العافية وانت إنسانة متعلمة وقارية يا أخي بعدين ما تسمع كلام زول ده درويش ساكت درويش كيف ما صح ما الطعنة دي يا هاي قدرة الضوء ما صح أمرك برا الزمن ده ما له صعب كده الزول نصه ما يقول النصيحة ذكرتها
ما يجددني انا يا اخي، نمشي بعد ما الناس كلهم كفرنا له ونمشي نكفر له، نقول لها سلامتك. شوفي عقليتا هاي تمام في مايدة تمام في مايدة، خلينا يا اخي. يا جلال يا حي زيارة المريض يا اخي، الله يبارك عديل يا اخي. سلام عليك. أنا كويسة. هاي يا مجد. أنا كويسة الحمد كويسة لله. كويسة 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 هاي كويسة هاي تمي العصير. أنت كويسة هاي. أنا كويسة. كويسة هاي. أنا كويسة. كويسة. السلام عليكم. عليكم أنا السلام. أنا كويسة. أنا كويسة صح؟ كفا أنا. مرحبا تفضل. كويسة كويسة هاي. تفضل. إن شاء الله كويسة. سلام. أنا كويسة. مرحبا. أنا كويسة. خالد. مرحبا بك تفضل. هلا ولا انت حالك غير روح. عتليتا يا اخوان في شنو؟ عتليتا دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عتليتا عتليتا الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة. عتليتا عتليتا عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. عتليتا عتليتا يا اخوان دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عتليتا يا عتليتا 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 عتليتا.